السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسعد الله صباحكم بالخير والسعادة في البداية. الله يحفظنا ويحفظكم من شر الأمراض والأوبئة يا رب العالمين، والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية يا رب. صباحكم سعادة. عاد الحين بنسير صوب المطعم نتريق، براويكم جانب من الريوق عندهم. صباحكم سعادة، أهم شيء الكمام يا عرب، دايما خلكم أنتم اللي مسؤولين عن سلامة نفسكم، حتى لو الآخرين ما كانوا لابسين أنتم حافظوا على سلامة نفسكم، كلكم راع وكلكم مسؤول. مثل ما دايما نقول ونعيد أن الحين المسؤولية على عاتق الفرد، فإن شاء الله بتشوف الريوق. عادة أنا متعودة ريوقهم فاخر، لكن ما أدري في ظل الإجراءات الحين شو التغيير اللي صار عندهم. الحين بنسير وبنشوف إن شاء الله. لا مثل ما هو البوفيه شغال عندهم، بس مطبقين التباعد الاجتماعي، شغالين مثل ما خبرتكم إنه أكلهم فاخر من كل شيء، موجودين بس مع تطبيق الإجراءات الوقائية التباعد الجسدي. أهم شيء إنهم مسوين لهم شادو بيننا وبينهم. بعد ما بصور الصوب ذاك لانه كله مكتظ. بعد الاجانب ما مشكله، لكن العرب ما صوروا ما شاء الله، احنا وايد عيال البلاد، فبعد ما نبي نصور حد بالغلط. المهم البوفيه مثل ما متعودين عليه فاخر وراقي، اكلهم 5 ستار. هذا جانب من الريوق مالهم. عدنا وش بأكل وش بخلي؟ طبعا احنا بنقرب، احنا لا نغرف ونغرف واخر شيء ما ناكل. هذا جانب من الريوق. اهم شيء الحليب بالموضوع، التفاح والحليب. هذا الاطلالة على المسبح حسب ما يكونوا في مفاسخ، لا بعد انتو والناس عليهم. ثانك يو. عاد انت تقعد يجيبوا لك شو ما بغيته، يعني في البدايه تروح تجيب اللي حابين تجيبوا، عقبهم يزيدوكم يعني يزيدوا وزنكم، اختاروا الاكل الصحي. بالعافيه علينا. عاد الحين راح تكون وجهتنا للواجهه الثانيه اللي هي راح تكون قصر الحصن. راح نعرفكم على جمال هذا القصر التاريخي والاثري اللي يعتبر احد الواجهات السياحيه في اماره ابو ظبي. متجهين لقصر الحصن، باقي بيننا وبينه 10 دقائق ان شاء الله بنوصل. ومثل ما شفتوا التقرير احد الوجهات التاريخية البارزة واقدمها في امارة ابو ظبي، راح تتعرفوا اكثر بعد قليل. عاد نسجل دخولنا باركينات قصر الحصن اللي هي تكون ارضية، ندخل الباركينات وراح يكون في لفتين، لفت شرقي ولفت غربي. لو نبى نبدأ من المبنى اليمين ندخل اللفت اللي بالشرق، ولو نبغى نبدأ بالقصر نروح اللفت اللي على اليسار. شوفوا هذا هناك بيكون اتجاه الحصن، وهنا بيكون اتجاه المبنى الثاني، المبنى الثقافي. فركزوا معي، يعني يوم تيجوا هنا الباركينات تدشوا دايرة الباركينات الأرضية، عقب تبدوا الجولة من المكان اللي تبوه، يعني الباركينات تحت الأرض وبداية الرحلة تبدأ من الباركينات. عاد الحين أنا بستخدم اللفت بسير قصر الحصن وبيت الحرفيين، اللي طبعا نحن لازم نستخدم اللفت على سبت مسيرة. عاد طلعنا فوق، طبعا هذا قصر الحصن. فكرة أشياء كثيرة موجودة هنا لكن أنا أجهلها، بس بحاول أني ابحث هناك. ما شاء الله هذه كلها
لفتات مخارج مداخل. هذا مبنى الزوار، لكن احنا بنسير القصر مباشرة، عقب بناخذكم للمبنى اللي هناك. ما شاء الله اعمار يا بلادي. للعلم ان هذا القصر يعود عمره للقرن ال18، يعني تقريبا حما 300 سنة. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا هو القصر، قصر الحصن، تاريخه عريق وممتد لقرون. لو تلاحظوا انه اغلب الاشجار اللي موجودة في المكان هي اشجار الغاف، اللي طبعا كان الشيخ زايد الله يرحمه يحبها، يحب شجرة الغاف، كان ما يرضى تنقص غافة او شجرة من الغاف، فما شاء الله اغلبهم اشجار الغاف تبارك الرحمن. اسمع لها تصيح ديك وابيطي وابيطي، عاد رايلها رايغنها يقول لها روحي دور البيضة اللي ضيعتيها وتعالي. سمعوها تقول وابيطي وابيطي، ما شاء الله. انا احب استكشف كذا، احب استكشف، احب هذه الجولة اللي فيها استكشاف، امشي شي على البركة ادور 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 شو الموضوع، فقاعد استكشف البقعة. انا صورة احترافية صراحة، زاوية خطيرة. وابيط تصيح ديك وابيط، الراعبية تصيح وابيطي وابيطي. ما شاء الله اذن الظهر، بس شوفوا معاي تفاصيل البنيان، الدرايش، المرزاب. تليفون رفع حرارة عندي وما راضي يصور. المهم هذا المجلس الاستشاري، عاد الحين بدخل القصر، انا تليفوني ما راضي يصور، قاعد يقول ان التليفون رفع حرارة، لازم اغلق التليفون، ما وقته، كلش مش وقته. طبعا انا اتصبب عرقا من حق التليفون. طبعا هذا عقب بدخلكم ناخذ جولة ان شاء الله. طبعا كالعادة عاد المفروض تطلع درجة حرارة فوق. ثانك يو. ابى اصور التليفون ما راضي يصور، حرام، مناظر جميلة. طبعا بيت الحراسة. طبعا دخلنا وحجزنا التذاكر، تذكرة بثلاثين درهم. طبعا في البداية تتعرفوا على مراحل تطوير الحصن أو ترميمة أو إعادة صيانتها عبر السنوات عبر القرون. مثل ما خبرتكم أنه هذا القصر يعود عمره للقرن ال18، فهنا راح تشوفوا مراحل تطوير الحصن. عاد هذا الحصن كان قديما الأصلي، شايفين كيف رمول سيح. طبعا الطرف الاخر يكون البحر. عاد الحين بنبدا نستكشف القصر ميدانيا. عاد المكان مش مكيف، بس يمكن هذه الغرفه المكيفه. اهم شيء شوف العباره المكتوبه، هذا القصر اللي عاشوا فيه اسلافنا، وكل واحد عاش فيه هذا القصر اضاف شيء من هذه المباني. طبعا القصد ان كل جزء راح تشوفوا الحين، كل حد عاش فيه زاد جزء فيها او اضاف شيء. دخلنا وحجزنا لنا التذاكر، الشخص 30 درهم. عاد هذا هو قصر الحصن قديما. وبهذا الجانب بإمكانكم تتعرفوا على مراحل تطوير الحصن. طبعا بدأ من فوق، شايفين تي ليه ما وصل لهذا المرحلة. حاليا الحصن بهذا الشكل، لكن بدايته كانت هذا الشكل. ومثل ما خبرتكم انه يعود تاريخه للقرن ال18، يعني اكثر عن 300 سنة. شوف العبارة الجميلة، ان هذا الحصن القصر الحين راح ناخذ جولة فيه، هذا القصر اللي عاشوا فيه اسلافنا، وكل واحد عاش في هذا القصر اضاف شيء من هذه المباني اللي طبعا نحن راح نتعرف عليها. ومثل ما ذكرت ان بدأ
بأربع جدران إلى أن وصل لهذا الحصن الضخم العريق. قاعدة أقرأ هذه الخريطة المخطوطة القديمة. طبعا هذه دريا فارس، بحر فارس. هذه شوفوها، أقرأ معاي المسميات. شفت ليمة موجودة، ليمة، هذه ليمة، ليمة. احنا نكون هنا، الفجيرة تكون هنا، الدبة تكون هنا، الفجيرة تكون هنا. طبعا هذا المحيط الهندي، هذا اللي الحين حاليا خليج العربي، هذا الخليج العربي. طبعا هذه مخطوطة قديمة جدا جدا جدا. زايد نور دمرها في الظلام وبجاها زايد، إذا قالوا على الناس زايد عدتن يهيلنا إذا قلناها، زايد إذا قالوا على الناس زايد انقبلت وسط ظلامي سقاها، زايد إذا قالوا على الناس زايد بحسب لكم ما قد خرج من ملاها، زايد إذا قالوا على الناس زايد بحمرت يوم الملاقى حماها، زايد إذا قالوا على الناس زايد بحربة تم المعادي دماها، زايد إذا قالوا على الناس زايد فيها تحسون كل غريب نصاها، زايد إذا قالوا على الناس زايد جيد ولا كثر خسائل يراها، هذا الشيخ شخبوط الله يرحمه.
هذا مقتنياته. يا الله على الراد القديم. الله يرحم من راح والله يحفظ من بقى. ما شاء الله على الخشب. صورة عن ألف صورة. أبونا تاج راسنا الله يرحمه يغمد روحه. عاد الحين تمشي في زوايا القصر. عاد الشمس صهدة لكن بلادي تستاهل، تستاهل ان نروج عنها ونتكلم عنها ونتعرف عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا اللي يستخدم للمراقبة والحراسة. ما شاء الله الحمام معشعش ما شاء الله. جذوع النخل هذا البري. عاد كنا تونا احنا في هذا المبنى داخل. عاد احنا نتمشي داخل. عاد هذه مرافق القصر. عاد هذا يكون البرج الشمالي الشرقي، هذا يكون القصر الخارجي. شوفوا هذا كله القصر الخارجي، كلها عبارة عن غرف. هذه كلها عبارة عن غرف فوق وتحت. بإمكاننا ناخذ جولة كاملة في هالمرافق وتعرف على القصر الخارجي، البرج الشمالي الشرقي. مكان ما شاء الله جميل جدا تبارك الرحمن. كل غرفة تحتوي مقتنيات المكان. بعطيكم نموذج بسيط من الغرف ومقتنياتها. ما شاء الله قصر عظيم تبارك الرحمن ما شاء الله. شايفين الممر وجمال هذا الممر. الغرف قصر الشيخ شخبوط بن سلطان. طبعا هذا اسمع صوت فناين. هذا المجلس مصغر. مجلس الحاكم. يعني كل غرفة راح تشوفوا شيء جميل، تفاصيل جميلة جدا. أعشق هالتفاصيل. هذه أحد الغرف الأخرى. والمكان فيه ريحة خنينة معتقة، ريحة قديمة. التليفون القديم، الأوراق القديمة الرسمية. أنا أنصحكم أنكم تزوروا المكان، تتعرفوا على المكان وتاريخه، تخلوا عيالكم يتعرفوا على المكان كذلك. هذا على مد الناظر كل الغرف تحتوي على مقتنيات. القصر هنا سيداتي وسادتي. السلام عليكم ورحمة الله. من بواعث سرورنا أن يشترك معنا في الرابطة الفكرية لهذا المساء حضرة صاحب العزة الدكتور طه حسين بك الذي كان يزور لندن وقت تسجيل هذه الحلقة. الدكتور طه بك هما مدرسة المرأة.
ريحة طيبة بالمكان، ريحة طيبة، ريحة طيبة، تفوح ريحة الطيب بالمكان. ما قادرة أعرف شو الريحة، لكن ريحة الطيب مو طبيعية تفوح. من غرفة لغرفة، بسم الله، الله يرحمهم ويغمد روحهم الجنة. لا تنسوهم من صالح دعواكم. غرشة النفط الخام، الله على الشباري الأولية. لو أبغى منها وين بحصل؟ الله، سحارة، السحارة الأولية كانوا يسافروا فيها أول، كانوا يضموا فيها وكانوا يجيبوا فيها الذهب أول. هذه السحارة الأولية اللي ما يعرفها، سحارات القديمة. شوف كم هفة، مكان يفتح النفس للعلم. ترى أنا قاعدة استكشف معاكم مثل ما قاعدين انتوا تتعرفون، أنا قاعدة أتعرف أول مرة وياكم. بسم الله، أنا أول مرة أزور المكان، لكن مكان جميل صراحة. احنا إدارة شؤون القصر، الهيل، هذا المسمار، الليمون، الكركم، البهارات، المغطى، السرود، الصفاري الأولية، الصفرية يطبخوا فيها الهريس والأكل. حماية تحصل منها هذه، هذا الملاس. الله الله على الزمان الأولي، الله الله الله. الغرفة اللي يعشقها النساء، المندوس والذهب والملابس الأولية، ما شاء الله تبارك الرحمن. أدري أدري كل الحريم يحبوا الذهب، أدري. الرهاش، الحلوى، العطور الطيب، أنا أحب الذهب الأولي ما عاد الحين منه. أنا شو حلو العيد، حلو العيد، يا سلام. عاد كثر ما صورت ترى المكان أنا مقصرة بحقه، والأشياء جميلة، لازم تزوروا المكان وتتعرفوا عليه بروحكم. في دور ثاني بعد الطابق الثاني نفس الشيء، كل غرفة تحتوي على مقتنيات قديمة وجميلة ترجعكم للزمان القديم الأولي. يعني المكان تفوح منه ريحة الماضي الجميل، فلازم تزور المكان. وحتى تليفوني البطارية قاعدة تأشر تقول بس إش كافي، وما راضي يصور يقول رفع حرارة، لكن المكان والله العظيم إنه روعة روعة روعة، خاصة اللي يحبوا الأشياء القديمة. جيل الطيبين بيعجبكم المكان. شوف أنا بس خلصت الدور الأول، بعدين الحين بمشي الدور الثاني، لكن ما أظن أقدر أصور لأن التليفون ما راضي يصور، البطارية شبه داين قاعدة تموت. فهذا القصر هو من القصور القديمة والأثرية في أبو ظبي. عاد هذا المبنى هو مبنى البيت الحرفيين، طبعا فيه جمال مختلفة من الحرف، ولكن الحين مغلق لظروف الراهنة، ظروف كورونا، إجراءات وقائية. ان شاء الله من يفتح بيبكم ان شاء الله. لو تلاحظوا طريقة البنيان من برا ترى هذا كله يدوي يدوي، براويكم من قريب عسى بتتفهموا قصدي. يعني هذا شوفوا التفنين، شغل يدوي. وهذا بيت الحرفيين، هذا المبنى هو بيت الحرفيين. السلام عليكم، اهم شيء استمتعتوا ويانا، استمتعتوا، تعرفتوا على احد المعالم الاثرية والجميلة في امارة ابو ظبي. لازم تزوروا المكان هذا، ها بيت الحرفيين. شوفوا حالي كيف اتصبب عرقا، احترقت البشرة، لكن مثل ما قلت لكم بلادي تستاهل. وهذا يمكن اقل شيء ان نحن نسويه، في ناس قاعدة تقدم
ما هو أشد، خاصة خط الدفاع الأول، جنودنا البواسل، فيعطيهم العافية جميعا. والله أتصبب، تقول مطر قاعد يطيح. فأهم شيء استمتعت في هذه الجولة، وكانت جولة حاولت أني أغطي فيها قدر المستطاع. إن شاء الله لي زيارة مرة أخرى إن شاء الله، وأتمنى تزوروا هذا المعلم الجميل البارز في إمارة أبو ظبي، ومساكم سعادة. عاد بعد تغطية اليوم وزيارة قصر الحصن، يبالنا سبحة من الآخر، يبالنا ذاك الماي البارد اللي نستبرد فيه. فمساكم سعادة، عاد أخلاف بناخذكم مرافق الفندق مرة أخرى. وبرجع أعيد يا جماعة الخير، أنا موجودة في فندق شاطئ الراحة، أحد الفنادق المعروفة في إمارة أبوظبي. سألوا العم جوجل، الجوجل ماب بيبكم دايركت، وأسعاره ترى مناسبة. أنا ما بقول غالي وما بقول رخيص، بس هو يستاهل، سعره يستاهل راحتك، يعني سعره محطاه على نسبة الراحة اللي راح ترتاح بها. مساكم سعادة، نقول بسم الله ما شاء الله. يا سلام، شو هالحركات، طيور الحب تبارك الرحمن، مسوين لي قفازات وكمامات. يا ربه شي جميل، لا تردوا شي وانتو تعبانين وتشوفوا هالحركات الحلوة. Thank you. يا ربا شي جميل صح. وكالعادة على اطلالتنا الجميلة، شفتوا العودة بروحة ترد الروح للفندق. صراحة شكرا من القلب، انا باكر لازم اشوف هذا العامل اللي سوالي واشكره صراحة. الحين انا بنام على الشبرية، مو يهون علي اخرب هذا الشيء الجميل. واو، عاد انتو شفتوا هذا الابداعات اللي رسمت الابتسامة على وجهي، وشفتوا شيء جميل وطيب. طبعا انا اصريت الا باتلاقى مع الشخص اللي رسم هذا الابتسامة، وحصلته طبعا هذا الوجه الطيب البشوش اللي سوالي هذا الابداعات. وطبعا اسمه سامي. First of all thank you very much, thank you from heart. You say something for my followers from your heart. Thank you so much for your support and everything. Really, I'm very happy. Because you are happy, we are also very happy in the housekeeping department. Thank you. It's very, very. Housekeeping is very important for in the any five star hotel. The housekeeping is always a role model in the UAE also. But you have very sweet heart. You have very, very sweet thing. You have. يعني you are amazing. Thank you so much, ma'am. Yeah, sister. Thank you from my heart. Thank you. Tomorrow I will make any other different. طبعا هذا كله من طيب أخلاقنا وأخلاقهم. للعلم إنه ما بيني وبينه شيء، هو ما ينتظر مني شيء أبدا، مجرد أني سلمت عليه وابتسمت صبحت عليه وتمنيت له يوم جميل، هو أبدع لي بهذا الرسمة. شوفوا كلمتين طيبات منه، شو سوت من هذا الشخص، خلته إنسان معطاء، إنسان منتج وقاعد يبدع بمشاعر. يعني هو قاعد يسوي شيء من قلبه وهو مستانس وقاعد يبدع بهالشيء، ما ينتظر مني مقابل لأن هذا شغله. لكن هذا الفن اللي تفننه فقط لأنه حصل معاملة طيبة، كلمة طيبة. وطبعا هذا شيء يمنا نحن أهل الإمارات، وهذه أخلاق أن نحن نتعامل معاهم بالتسامح بالكلمة الطيبة. طبعا هذا شيء من الدين الإسلامي، التعامل بالطيب والكلمة الطيبة تراها صدقة. فأحسنوا تعاملكم مع مثل هالناس الطيبة، مثل هالناس لا تتعاملوا معهم على أنهم عمال فقط. باختصار تعاملوا معهم بمحبة، ببساطة، بأخلاق، بتسامح، تراها والله تسوى الدنيا وما فيهم. هذا اللي تاركين بلادهم وغربتهم، الله يعلم كم رواتبهم، فهم ما ينتظر منكم إلا التعامل الطيب، التعامل الحسن، الكلمة الطيبة، تبتسموا بويهم، تسلموا عليهم، تاخذوا أخبارهم، شخبارك، شعلومك، عساك بخير، شخبار أهلك في البلاد، عساهم بخير، والله تسوى الدنيا وما فيها عندهم. Thank you. The sisters requested how do you do that better job. When I'm joining them, I don't know how to make even the toilet also. But I learned something. That's why every day going to my home, then I saw the media. That then starting I cannot make it anything.
Then I will do day by day, day by day, then improve in the bed setup. Now I make everything in the bed setup. But you are making from your heart. يعني it's very sweet. Who يقول you say that you have also win something. I say I don't remember what you say. You win. When I joined them, I don't know how to make the, even the towel letter also, but I learned something in my career. And that's why I day by day, I saw that in the media also, that how to make the people in the towel art, everything. Then after I will day by day, I will make one. You are became the number one. Day by day, making one by one. Then now, if you any different day, I will make it for easy. When I joined them, I don't know how to make the, even the towel letter also. Then I think okay, how to learn something, because I got interest only for the setup. Then day by day I see in the media also the people is making so different type of the towel art and then the bed setup also. Then me also okay, we are also make like that. That's why I do every day I try. Now I make everything only for the bed setup because I make them happy for the guest, every guest. Because under happy total is the housekeeping is always number one. Yes. Housekeeping is the best. I am always doing like that because housekeeping is the role model in under happy total. I am always housekeeping is the number one. That's I'm making every day. I make one setup for me, you know, but make different. Then after me also very feel like that. Okay, yeah, me also can do like this. Thank you. مساكم الله بالخير والسرور والسعادة، مساكم سعادة بعد هذه أجواءنا المسائية في دار الظبي في أبو ظبي. ما شاء الله حاليا الأجواء طيبة مع هالإطلالة الجميلة والمساء الأجمل. شاطئ الراحة اسم على مسمى، الراحة بكل مكان فيه. الله يريح قلوبكم يا رب العالمين ويسعدكم ويحلي أيامكم يا رب. الفرق بين الليل والنهار، بعدين اليوم برجع اقول وايدين ذابحنهم الفضول. يبوا يعرفوا وش داخل الدرهم هذا. تعرفوا البارحة يوم صورت وتكلمت عن هالنقطة، فعلا دشوا لي وايدين نفس التعليق، صدق ودنا نعرف شو داخل. ما عليكم، داخل مكاتب وداخليها اوادم، مكاتب وش ما اندل، لان من هنا اشوف انا مكاتب واوادم تتحرك تروح وترد. الصدق انا بعرف ليش ذابحنكم الفضول، ولو في بعدهم داخلين يقول في مجال احنا ندخل المبنى ونتمشى ونستكشفه. صراحة ما عندي جواب لاني ما اعرف، لان انا بروحي ما اعرف شو مبنى شو هذا، بس انا سميت درهم الاماراتي لان واجهة في ابو ظبي. لا، وحاولت اني اسير انا هناك بالسيارة، من وصلت هناك في السكرتي لا لا نو نو عندك كارد عندك شيء؟ ما عندي شيء ابوي، قال توكلي روحي. رديت من هناك ورجعت، لكن وش داخل انتو عاد خبرونا شو داخل. هذه بيضة كندر، شو داخل بيضة كندر مفاجأة، لازم نحن نستكشف شو داخل بيضة كندر. مساكم سعادة، هدوء، ما اسمع الا صوت الموج، صوت الماي، خرير الماي اللي يمشي. على فكرة هذا الماي يتحرك، واحد يقعد شي ويتأمل. والجو طيب، هواء بارد مهب، هواء نسناس.